الحمد لله نعود ونسجل ارتفاعات في الأسواق العالمية منذ يوم أمس بعد التراجعات القوية جدا التي كنا شاهدناها في جلسة الاثنين. أبدأ معك مع الأسواق الآسيوية، يعني التراجعات القوية على توبكس والنيكي تحديدا في اليابان سبب يعني أيضا إلى حد ما الكاري تريدز أيضا اللي عاليان. فاليوم 50 إلى 60% بحسب بعض المحللين انتهت تخرجات من هذه الكاري تريدز، ولكن هل برأيك سنتنفس الصعداء في ظل الارتفاعات التي نشهدها منذ يوم أمس، أم أنها موجة تنفس صعداء يعني مؤقتة وسنعاود التراجع؟ هلا الاحتمالية الكبيرة هي موجة مؤقتة. السبب الرئيسي طبعا مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي هلا أدى إلى زيادة شهوة المستثمر إلى الملاذ الآمن. ما زال المستثمر لحد لما يعتقد أن الين قد يكون هو ملاذ آمن في حال حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا التراجعات التي حدثت في النيكي بعد بسبب التداولات الكبيرة التي حدثت على الين هي كانت هائلة، لكن لاحظنا نحن بعد السقوط 12% ارتفاع مجددا من نسبة 10%، فلذلك يعني نرى أن هنالك اعتدال في الموجة التصحيحية التي حدثت على النيكي وعلى المؤشرات الآسيوية بشكل عام، فهذا شيء إيجابي لحد ما للأسواق الآسيوية وخاصة للمستقبل القريب. كما نعلم هنالك العديد من العوامل المحددة المصيرية للاقتصادات العالمية قريبا، وأيضا لا شك أن تصريحات نائب محافظ البنك المركزي الياباني طمأنت الأسواق إلى حد ما بأن المركزي لن يتوجه مرة أخرى إلى رفع الفائدة في اليابان ما دامت الأسواق غير مستقرة. فيما يتعلق أيضا بول ستريت، كنا شهدنا مكاسب في جلسة الأمس، يبدو أنه التخوف بشأن الركود في الولايات المتحدة متأرجح. البعض يرى أن هذه احتمالية، البعض الآخر يرى أنه نحن فقط ننظر إلى ضعف في الاقتصاد الأمريكي. شو رأيك؟ حسب رأيي الشخصي طبعا هنالك عدة احتمالات، يعني حدوث ركود أو عدم حدوث ركود، لكن نحن ننظر إلى البيانات. يعني أنا لا يمكن أن أقول لك هناك العديد من أعضاء الفيدرالي يقولون الركود ما زال بعيدا، لكن على الفيدرالي التحرك سريعا. هنالك بعض المحللين يقولون الركود محتم. طبعا أنا يمكنني الحكم عن الأمور بعد بيانات التوظيف في هذا الشهر، يعني البيانات الفائتة هي التي كانت الدليل الرئيسي على احتمالية حدوث ركود اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية. في حال استمر هذا الشيء في هذا الشهر وكانت البيانات سلبية جدا، على الفيدرالي إجراء إخفاض أسعار فائدة بشكل كبير هذه السنة فقط لمحاولة الهروب من الركود القاسي. قد يكون هنالك ركود فني بسيط، قد يكون هنالك سوفت لاندينج، لكن المحاولة الرئيسية هي الهروب من الركود القاسي. البيانات ما زالت طبعا نحن منتظرين هذه البيانات، لكن الأسبوع القادم لدينا بيانات السي بي آي والتي تكون هي أيضا دلالة مهمة على المؤشرات الاقتصادية الأمريكية. فيما يتعلق بالتوقعات لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في سبتمبر، يعني في ظل التراجعات يوم الاثنين كانت 100% التوقعات بأنه سيقوم بتخفيض الفائدة، و90% منهم يعني يتوقعون كانوا تخفيض بنصف في المئة. اليوم هذه التوقعات تراجعت إلى 70% بأن التخفيض سيكون بنصف في المئة. هل ترى أنه فعلا سنرى نصف نقطة مئوية من التخفيض في اجتماع سبتمبر؟ نعم، احتمالية كبيرة بسبب وجود بيانات اقتصادية تدعم إخفاض أسعار الفائدة بشكل أكبر من 25 نقطة أساس. طبعا التوقعات كما قلت يعني 70-30% هي، لذلك معظم المحللين في الأسواق خصوصا في الأسواق الأمريكية يرون أن الخيار الأصح خصوصا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي مع وجود السباق الرئاسي الأمريكي الذي يلعب دور في تحريك الأسواق العالمية، احتمالية إخفاض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي بنسبة 50 نقطة أساس هي أكبر بكثير من 25 نقطة أساس، وهي يعتقد أنها الحركة الصحيحة لدعم الاقتصاد وتجنب الركود الاقتصادي. يعني على مدار العام مع نهاية 2024 هل بتتوقع نقطة مئوية من التخفيض للفد؟ لحد ما نعم نقطة مئوية. فيما يتعلق بسندات الخزانة أيضا كنا شاهدنا تراجعات قوية على العوائد يوم الاثنين مع الهلع الذي أصاب الأسواق والتوجه إلى الملاذات الأمينة. في جلسة الأمس كنا عدنا إلى الارتفاع على عوائد سندات الخزانة الأمريكية أو مساء حتى الاثنين يعني، وفي الأمس كنا شاهدنا عكس لمنحنى العائد، يعني منحنى العائد منذ عامين هو منعكس لأنه العائد على سندات العامين أعلى من العائد على سندات العشر سنوات، ولكن لفترة وجيزة شهدنا عودة منحنى العائد إلى شكله الطبيعي. ما الذي جرى؟ توترات الأسواق بشكل عام هي العامل الرئيسي.
وجود تصريحات بعدم وجود الركود الاقتصادي راحت طبعا بعض المتداولين والمستثمرين. بعض القسم الآخر يرى أن هنالك احتمالية ركود اقتصادي عالي جدا، لذلك وجود هذه التوترات في الأسواق وخاصة الأسواق الأمريكية، يعني هي أكبر الأسواق عالميا، أدت إلى حركات غريبة في الأسواق العالمية. يعني حتى التأثيرات لا تكون فقط محدودة على سندات الخزنة للسنتين والعشر سنين، نرى أيضا الأسواق الأمريكية بنفسها تنخفض وترتفع بشكل كبير. يعني الفولاتيليتي كما يقولون، كما نذكر مثال يعني أسواق الكريبتو كارنسي كنا نتكلم عليها، هي أسواق لديها فولاتيليتي عالية، زخم في السوق. لكن كما رأينا هذا الأسبوع، ليس فقط أسواق العملات المشفرة التي تعاني بهذا الشكل، لا، أسواق الأسهم، أسواق السندات، هنالك تحركات غريبة تحدث في الأسواق. عدم وجود صورة واضحة عن توجهات الفيدرالي وتوجه الاقتصاد الأمريكي تؤدي إلى تغيرات كبيرة لم نرها من قبل، وستستمر هذه التوترات، تستمر هذه التغيرات حتى وجود فكرة أوضح عن توجهات الاقتصاد.